بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. مركر إله سبحانه وتعالى أيا مهدس كله ما أنت وأهمالين أحد وأنا عشر كي أفرات عشر كي أفرات بشهر رمضان وحويان وعاوة كويلو أتنبيه نقنسا هدي إلى رالك ديغو أنا طبنك قدام بي إله وحن كبرينا أعماشينا خالصا لوجه إله إنو كالديغو دادك لو قدام دافنا رمضان كي إله إنو نقدر جل وعلا وحن كبلا بينا هلكين كتابك الكلم الطيب إي أذكارتا يو دعوينك أها الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله تعالى إمامك كتابك سا فصل كأن كبلا بينا ما أنتو حويان فصل في الآذان ومن يسمعه wuxuu u fasal uu uga dhigay aadaanka iyo cidda maqlayso. Waa laba shay oo isxambaarsan. Aadaanka waa kow shayga koowaad iyo cidda maqlayso aadaanka oo maxaa laga rabaa inay yiraahdaan. Sidaa daraaddeed culimmadu ereyga al aadaan waxay yiraahdaan waa ismu masdar. Masdarkan waxa weeye ta'diinan. Farqi u dhexeeyo اسم مصدرك إيه مصدركنا وحاول يان كتب أصولي كتب اللغة الغبرتاية سدل إرادة مصدرك وحوك كتسنا يدل على الحدث بنفسه مصدرك وامتك كتسو نفتي زكاتسو حدثك أما واقع عضي دعضي أما اسم مصدرك وحاول يان إساقو نفتي سكوتسن ما يوحي دعاي لكن بواسطة أي أديك سنايا سيدا دراد مصدرك وحال إذا ذا وامد كبنان أما كترلا وقتك أما الزمنك سكست آتو إريغا الآذان علمادو وحيكو الشيغان لغة الإعلام إنو يهي أغيسيس أيكو الشيغان أن فيومي إركلا إيغو حير آذان والإعلام أغيسيس مثلاً marka la aadaamo casrku waxa weeyaan qofku wuxuu ogeysiyay salaada casrka ah in la gaaray aan culimo waaweyn sida Azhar iyo rakalna siyaasay ku sheegeen Imaam Nawawi rahmatullah alayhi isagu wuxuu yiraahdaa ahlul luqa waxay yiraahdeen aslul aadaani waxay ka timid al i'laam wal aadaanu lis salaati ma'ruufun yuqalu fihi al aadaanu والأذين والتأذين أي إرادة أنت أصبوا الإرادة الأذان والأذين والتأذين أن سكست آتو أن إلهي جل وعلا قرآن كحكويري وأذن أم أذان من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله أو إعلان شرعا وحالو شيء إرق أذان وحنفلا إن دادك انت وضبان اقران ايان فرغ اوضح ايو استلاحا وشرعا شرعا ايان لينا اذانك ما دام شرعي وشيقبا وحاويان وحالقير هذا الاعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة وغيسيز دادك لو غيسينا ايو وقتك الصلاة دا صوق لي ايضو لأذيك سنوي ألفاظ كوبا وشرعي جديي وحنا لغو دارين وحنا لغو كورين الإمام النووي نساس ويرادا حافظ ابن حجر نسياس وكلا أيو شاقا قاضي عياد وحا ويرادا إساقو آدانكو وحا أكلان صدي وحيا ببادا وحا أكلان صدي عقيدة نعيدة كالدوان وحا آدانكو كشاقاي إنو يامد الله أسوغ أيو إثبات الذات إي وحيا به الله إواناسن أو إستاهيلا أو دمسترن iyo diddigeeda oo ah wax kasto nuqsaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala in laga nafiyo
sida daraadeed aadaanku wuxuu ku bilaawdaa allo la weyneynayo waxaana lagu soo gabagabeeyaa kalimatu tawxiid oo ah laa ilaaha illa allah aan sheekha wuxuu ku bilaabay al imaam ibn taymiya raximahullahu ta'ala fasalkani qaala abu hurayrata radiyallahu anhu qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam lo ya'lamu an-naasu ma fi an-nidaa'i والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحاول ليه نبي عليه الصلاة والسلام وحاول يري لو يعلم الناس تدكها دي أغان الهايين فإذا ذا يوناق يخيرك يأجرك كجر ما في النداء آذانك خيراتك يفائد أولي أجرك إيو الصف الأول إيو لو يعلم ما في الصف الأول الصفك هو رأي صلاة دادك دي أغان لهايين ثم لم يجدوا سك لها ديتا دي كوها للوايان آذانك إني آذامان إني صفك هو رأي كدو كدان كولي كوتا سك لإني كو أبوذك روايان دادكونا أي سكوها استان إلا أن يستهموا إن لسكو قري تورم يعني سك هذا قفك كوا يستهموا عليه وهو قري تورم لهايين لأنه فضلك كجر درادد أودد حديث كاسنا النبي صلى الله عليه وسلم وأوكسو يمانا صحيح رنتي ماشا فضلك كجر آذانكو ووحقات أوين لو يعلم لوذو حالي هذا شرطي ويان غالب كان اللوذا بدنا وحاكو حيغا انو فعلكو كحيغا ماضي النقضة ويان مرقاركو ودنا مستقبل ونقضة مركو ماضي النقضة سيدو حاويان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يو مرقاركو ودنا مستقبل ونقضة ومعنى إلاوة لي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم نبيغا عليه الصلاة والسلام مركو تلمامي لو يعلم الناس ما في النداء dadka haday ogaan lahaayeen aadaanka waxa ku jira aadaanku waxa weeyaan annidaana waladha aan aadaanku iqaamada lafteedan aadaan wal yiraahdaa nidaana wal yiraahdaa laakiin iqaamadu iyo aadaanka farq u dhaxay waxa weeyaan aadaanku waxa weeyaan i'laam bidukhul alwaqt dadka in la ogeysiyo waqtiga salaadii in la gaaray ama iqaamadu waxa weeyaan الإعلام بفعلها إن ذلك الأغيسي فعل كيري صلاة إن لدكنا حلقة إن لجوغة ويان مركا النبي عليه الصلاة والسلام حليه لو يعلم ما في النداء التأذين والإقامة وحق كجر أو من الفضل والثواب هذا ذلك أغان لها يان يضع إيا الصفك هربا صفك هربا فإذا وين با كجرته النبي عليه الصلاة والسلام وحق أجري كل يكوتا سكلا إنه وحق ku helaan ee waayaan ilaa an yastahimu inay qori tuurtaan lastahamu alayhi wa qori tuuran lahaayeen maashan waxa liraadaa dadka ogaan lahaayeen aadaanka taa garane safka hore culimada qaar waxay leeyihiin safka hore waxaa laga wadaa imaamka safka ku xiga qaarna culimada waxay yiraahdaan maya markii kacbada la joogo afarta jiho ee kacbada weeyaan qofka kacbada udu afarta jiho kacbada qofka dalkan ka joogo qofka dalkan ka joogo saas yiraahdaan culimada qaar laakiin wal aqrab culimadu xiraadaan waxa waaye safka imaamka ku xiga sida culimada weyn ay yiraahdeen sida daraadeed nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay safka hore iyo aadaanka faa'iido ku jira hadday la ogaan lahaa kolay ku taasi kale inaad ku heli weysid waa la qori tuuran lahaa meesha waxaan ka fahmaynaa faa'iidada aadaanka iyo safka hore أقول لي وأنا مهم جدا صادر هذا الإمام النووي رحمة الله عليه وحير هذا صدق هذا قال الله فضلك آذانك يا أول مرنت أقول لي سك أم ودك هذا كويان إن كحلان قريتور وقريتورا لها ين صفكرنا الله مد لكن نسيب دره أنا ما أنت شيء قدونا هدو إن مركان طمع عشر ك فضلك آذانك أقول لي لكن ما أنت عارك سادب بلا مركل إلى آذان dahay maama mahebelaha aadam hebelaha aadam la isku tuturay laakiin imaamnimadan wal isku dilay wal isku haysta waxyaaba ajeeb ka mid tahay nasallahu salaam wal afiya ilaahi subhana wa ta'ala tawfiqan wa fajir aadanku wa shay qali'a waxyaaba badan ahkaam badan ayaa ka rartimayo
waxaa kamid waqtiga salaada inuu soo galay, waxaa kamid xilliga afurkii ama saxuurtii in la gaaro aadaanka lagu gartaa, waxaa kamid xataa xajka laftigiisaba in gobolka u dhacay waxyaabaha lagu gartay kamid tahay. Marka aadaanku sahal ma ahan, qofka muadinkana waxyaabaha laga rabaa dhowaan sheegi doonaa haddii ilaahay raali ka dhigo subxaanahu watacaala. ilaah waxaan weydiisanaynaa jalla wacala dadka ka qaada ilaahay nagama dhigo. Naam, xadiidka ku xiga شيخ رحمة الله عليه حديث كحي وحكري وعنه أي أبو هريرة ويانا وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له طراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل ما يدري وفي رواية إن يدري كم صلى. متفق عليه. حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة وكورناية وحاول لي هاي أبو هريرة رضي الله عنه نبي وحاول إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان صلاة مرك الآذام shaydaanku waa dhabar jeediyaa, waa dubur jeediyaa. Lahu turaadun, isagoo neefi ka socoto. Turaadun waxaa lahaa midda codka leh, qofka neefta xagga dambe ka baxdo midda codka laa layiraa turaad. Aadaanku markuu maqlo waa cararayaa, isagoo haddana cararkii ku darayo inuu isku qariyo neef xagga dambe ka socoto cod leh. ciladda waa maxay? Xataa laa yasmaca ta'diina, si aanu u maqlin aadaanka. فإذا قضي التأذين آذانك مركي لدما يو أقبل وصلاته فإذا ثوب وفي رواية حتى إذا ثوب مركي لأقيمنا وأقيمات لو استاغوا بالصلاة صلاة أدبر هدنا وعرضاي ودبر جيديا حتى إذا قضي التثويب إلى لدما يو تثويبتي أما أقيمات أقبل وسوق بلا حتى يخطر إلى أكل دحقل وسواسي بين المرء ونفسه قفك النفتيس وسواسي بلاي وكوافوفو يقول له إساق كله اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى إلى أكير هذا وحا حسوسه qofka waxaanu marka hore xasuusneen ayuu xasuusinayaa ilaa qofkii salaadu ku jira aanu kala garanaynin in masuud dukaday. Xadiidkan waa xadiid qayyim ah fadliga aadaanka ka hadlayo. Waxaanu u baahannahay inaan wax yar isdul istaagno. Nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay idaa nuudiya lissalaati, markii salaada loo aadaamo bisalaati lissalaati, waxa weeyaan أدبر الشيطان إذا نودي ولو أدك سدى آذانك إلى حول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة آيتك إلى حول يا وإذا ناديتم إلى الصلاة مرك واحد باتم لها إلى بعض محيطه لرادو إذا نودي للصلاة أو إلى الصلاة أما بالصلاة واحد باتم لها. نعم أدبر الشيطان شيطانك وأدبجي ذيايو وله طراط أما له طراط إصغو حق الدنب النيف كسي دينيو نيف تاني وحال الشيقاء علماء يرادان ما عبسيا ككين تايو سياسو ونيف حق الدنب أغسعو مسه إصغا كسيكينا يفرفر حميكة هايسانو آدانك ومغلين والصواب الثاني مدد لبعض العلماء دي رادا يا سحسن سوسن آذانك أم قلن دراد دو سمينا علدنا واتنايو حتى واتنا علد وامحي علد وحاوي وحان ودن وسمينا حتى لا يسمع التأذين سان أم قلن آذانك علد دي سبحاويان وحان ونافت حق الدم وقد دينا سان أم قلن وايو النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وحاكسوغا وإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري نبي قحير عليه الصلاة والسلام لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قفك آذامي
codkiisu meesha uu gaaraba ma maqlo jinni ama insi ama shay wuxuu doonaba aadee ilaa waxa u markhaati kaco maalinta qiyaamo inta maqasho dhana u markhaati kaco. Marka jinniga hadduu maqlo waa markhaati kacaya, cadowtinimo iyo xaasinimo waxay ka tahay inuu cararo aanu maqlinna, markaasuu neef xagga dambe ka sii deynayaa. Hadafka ulajeedadana waa taas weyaan. Xadiidkan waxaa kaloo ku jira waxa weeye marka la aqiimo haddana wuu soo laabanayaa, isagoo markii adaanka dhammaado uu soo laabto haddana aqiimaaddii uu cararayaa, aqiimaadda marka la dhammeeyo haddana wuu soo noqonayaa. Ilaa dadka u kala dhex galo qofkii uu xasuusiyey waxaanu xasuusnayn, uu markaana ku furo tashwiish iyo shaki iyo waxyaabo badan uu marka aanu xasuusnayn xasuusto, ilaa qofkii inta uu dukaday aanu garanayninba. Sidaa daraaddeed dadun waxaa arkaysaa dukanayo ama dadka tujinaya, subxaanallah, qalad uu galay, qaladku galay warba kama hayo. Maanta dhacday subxaanallah, hadda wuxuu ku leeyahay maxaa la subxaanaysanaysin, saana dadka tujinaya, laanna waxaa weeyaan salaadu warba kama hayo. Dad badan noocaasna way jiraan oo salaadu markay baxeen la yidhi laba ragcaa dukata ama saddex ragco, oo iyadoo salaadu afar ahayd oo ku dhahayo adaa umaleeyay, sababta waxaa weeye mashquul kale ku jira, maba garanayo intuu ku dukaday. Sidaa daraaddeed waxyaabaha aadka u muhiimsan aadaanku, xadiidkan waxaa laga qaadanaya waxaa weeye fadliga aadaanku u leeyahay, waayo aadaanku sheydaanka xataa waa ka cararaa. Beenamaa qur-aanku iska dhegaysta, maxaa u daliila sheydaanka inuu aadaan ka cararo qur-aankana dhegaysanaya isla xadiidkan? Laannao nebigu wuxuu yidhi markii la aadaamo waa cararaya, markii la aqiimana waa cararaya, markaa kadibna uu soo laabanaya qofkii salaadii dukanaya qur-aan akhrinaya u dhex galay haddana. Marka aadaanku faldig uu leeyahay ka mid tahay. Meesha waxaa kaloo laga qaataa waxaa ka mid ah culimmadu ay ka qaataan dadka xanuunyada ku dhaca jinniga iyo isha iyo sixirka iyo dadka culimmada qur-aanka dadka saara inay dadka ku aadaamaan, meeshaana laga qaataa. Waayo waxaa arkaysaa qof dhibaateysan oo bahaladaas u dhibaateysan kolkii dhagaha looga adimo waa cararaya. Waxaa kaloo ka mid ah culimmadu yiraahdaan ay ka qaataan waxaa wanaagsan in qofka markuu dhasho dhagaha looga adimo, iyadana waa mid la mid a. Waxaa kaloo la yidhaahdaa xadiidkan wuxuu daliil u yahay sheydaanku inuu yahay qof addoommada ilaahay dukanayo oo musallid ku yahay, uu rabo in dhinac kastaba uga yimaado. Marka hore wuxuu isku dayaa inaanu salaadaha aada dukanin, haddaad ka guulaysatid aada dukatid, wuxuu isku dayaa salaadii ajarkeed inuu kaa nuqsaamiyo, ilaa marka dambe waxa adiga afkaaga iyo qalbigaaga inaan islahayn ama waxaad dukanaysidba aadan warki heyninba. xadiidku waxaan kaloo ka qaadanaynaa sheydaanku inay neefi ka socotay xaqiiqna ay tahay, inuu neef ee uu sii deynayo aysan ahayn majaas, ee tahay xaqiiq waxaa ka socda neef uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. Leanna waxaa sugan sheydaanku inuu wax cuno waxna cabo, tanna waa sugantaha nabigaa noo sugay calayhi salaatu wasalaam. xadiidku waxaa kaloo ka qaadanaynaa iqaamada marka la aqimo haddana inuu cararayo, sidaa daraaddeed iyaduna waa xadiidkan ka qaadanaynaa. xadiidku waxaan kaloo ka qaadanaynaa sahwiga iyo fikirka salaada dhexdeeda lagu fikirayay sheydaankana uu kugu mashquulinayo, waa laga yaabaa ajirkaagu inuu hooseeyo, hoos u dhac ku yimaado, laakiin salaadaadu ma burin, salaadaadu ma burin. xadiidka waxaan kaloo ka qaadanaynaa inay wanaagsan tahay qofku markuu aadaama inuu codka kor u qaado, waayo sheydaanku kullama uu sii cararo, riwaayad kala jirto ilaa meel Madiina u jirto 60 kilomitir ku dhawaad ayuu sii cararayaa. Nabigaa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka aadaamayo waa noo imaan doonta waxyaabaha laga rabo, waxaa ka mid ah inuu yahay sayitan, nin codkiisu aada u dheer yahay, cod dheer inuu yahay, oo qof cod weyn inuu yahay. ilaah waxaan ka baraynaa jalla wacalaa shayaadiinta oo haddana lagu jiro bisha ramadaan, ilaah inuu dadka shayaadiinta oo ka xiro ka badbaadi, ilaah inuu nagu daro jalla wacalaa. Waxaa kaloo ka qaadanaynaa xadiidkan fadliga, waxaan ka wadaa in fasal yar ama wax yar loo dhexeysiiyo aadaanka iyo iqaamada, leannahu markii la aadaamo sheydaanku waa cararay, wuxuu soo laabtay aadaanka markuu dhammaaday, haddana waa cararay marka aqimaada la bilaabo, marka inuu xoogaa u dhexeysaa fiican. xadiidku waxaan kaloo ka qaadanaynaa shayaatiintu inay wax maqlaan ama jinniga cumuuman inay wax maqlaan, weliba dadka bini aadanka inay dhegeystaan. Cayni kitaabkiisa cumdat alaxkaamna saasuu ku yidhaahdaa, kitaabkan kalimu tayibna markuu sharxayna saasuu ku yidhaahdaa, alcalimu alhayib kitaabka la yidhahda markuu ku sharxay. Jinniga inuu maqlo dadka aadanaha hadalkooda inuu maqlo ayaa xadiidka laga qaadanayaa. xadiidku waxaa kaloo laga qaadanayaa waxaa weeyaan
qofka inaanu shabihin ay culimadu yiraahdaan sheydaanka dad waxa jira markii la aadaamo masaajidada ka baxa qofka inuu masaajidka ka baxo ma aha markii la aadaamo hadii lagu aadaa masaajidka ka bixin illa hadii daruuro ama wax cudur sharci ah ama maxayto culimadu yiraahdaan inaad soo noqonaysid keenis maan xadiith aan jira nabi sallallahu alayhi wasallam qofka inaanu masaajidka ka bixin markii la aadaamo illa shay cudurdaar sharci ama inaad soo laabanaysid yaani marka ma fiicno qofka inuu masaajidka ka baxo markii la aadaamo sida daraadeed waa muhiim jiddan xadiidku waxaa kaloo ka qaadanaynaa aadaanku inuu ka fadli badan yahay culimmadu yiraahdaan yaa fadli badan marka qofka mu'addinka ah iyo qofka imaamka yaa fadli badan meeshaan waxaan ku sheegi doonaa markii la gaaro oo aan sheegay cashirkan cashirka ku xiga ee hadhow aan ku sheegi doono aadaanka fadligu leeyahay iyo qofka aadaamaya fadliga uu leeyahay markaasaan sheegaynaa qofka imaamka iyo qofka mu'addinka cidda fadli badan عدة علماء ومسألة خلافية لكن ماشي راجح والعلم عند الله ولكن واشي يقدر نهده إن شاء الله حديث كان وحاك الله قادنا وحاويان إن علماء وحيسكو خلافين عررتانك وعرر الشيطان كمركي لآذام وفعلا سيدو النبي قلت المام أيو عرر يا سياسة نويان وحان كدر يا حديث كان كلي وانا أما هل كان أجوك إن شاء الله بعد الصلاة والصلاة والله تعالى أعلم وبالله توفيق